احمد اهلا، شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. مش قد انباعت شبش اليوم عمي ابو احمد؟ والله كبش منهم 5 وتحت. انت وابو علي ما يصير تختلفون خالص. ابو علي؟ ايه انا انت حزب المثالث. بالنسبه لابو علي زيري الدم بخلقه حبيب قلبي والله. الله يسعد. عجت حليب. الصلاه والسلام على رسول الله. وراها طلي ابو اسراء زحطت لها 10-15 دولار، بنت اغلى مشتغل عليها. نعم الحمد لله. الموال ارزاق ارزاق. هذا لازم يتسفر على الهند والله. ما بدا الطيارة على حسابها. اي والله. المين هذا؟ المين ما شاء الله. اليوم نازلين عندكم عراقية بهالسوق يا اخي. ايه. لا نحب العراقية. جاي من العراق. السلام عليكم. من الفلوجة. هاي ازياء للعراق. ذكرتنا بهنا يا اخي والله. احنا مجولين العراق. خذها يا ابوي خذها. الوات والله. ثني لسات وثني ها؟ ثني ثني شوف. عالي والله رجلي طوال ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. يا ابو سيف اذا ردنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. خايف شيلها. من 5:30. نعم. بعد 3:45. يعني هذاك قبلك. انا قبلك. لا. بس هو جاي على دفيع تجاره الحمد لله. اسمع 120. اللهم صل على محمد ما شاء الله. السلام عليكم يا شباب. الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا شباب بالاثنين 6/5/4 صحيح 6/5/4 اليوم باليوم 6 والشهر 5 والسنة 24. اليوم 6/5/2024. الصلاة والسلام على رسول الله. هذا سوق الغنم في مدينة الدانة يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بلشنا لكم من عند سوق اللحم. الان اشوف لكم حركه البيع والشراء كامله. امبارح ما نزلنا على سوق ادلب هنا لاسباب خاصه وظروف قاهره خارجه عن السيطره والاراده. ان شاء الله الشباب يكون سوقنا زين. يعني احنا دائما متفائلين بالله خير، لانه في ناس يقول لك لسه السوق بده يكسر، بده السوق ينام. احنا بشهر 5 ما شاء الله والدنيا مطر. امبارح 5/5 الدنيا مطر. يعني ان شاء الله الاجواء زينه والربيع زين والاجواء لطيفه. ان شاء الله السنه سنتنا سنه خير. يعني من قال هلك الناس فهو اهلكهم. فما الواحد دائما يتفائل بالله خير. الله يرزق الشاري ويرزق البايع. ترى هاي ثروه البلد لما تتحرك وتصير حركه بيع وشراء الكل يستفيد. اليوم انت بايع بكره شاري، اليوم انت شاري بكره بايع، الكل مستفيد لما تصير. اما لما ينكسر السوق وينام السوق الناس تنخرب بيوتها. 80% كويس السوق اليوم ها؟ زين ان شاء الله زين. يلا يا رب. 80% من الشعب قام يشتغل بالسوق يا شباب. 80% ما بين ربيط وبايع وشراي وقصاب وعلاف وسيارة تحمل وسيارة تنزل و 100,000 شغلة. الناس كلها مفتوحة مصالحها وأرزاقها من السوق. الله يجزاكم الخير ويبارك فيكم. الآن أغطي لكم السوق كاملا. نتمنى منكم الاشتراك بقناة سوق المواشي في سوريا. ضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب واكتبوا لنا آرائكم بالتعليقات يا شباب ونصائحكم وتوجيهاتكم الإيجابية وليست السلبية. وانتظرونا قريبا قريبا بقناة ثانية. اي نعم بس راح نسوي قناة ثانية. راح اعطيكم ان شاء الله الفيديو الجاي اعطيكم موعد افتتاح القناة الثانية مشان ما يعني نطول عليكم بالهرجة وتملون منا. بس احنا نحاول نعمل لكم تشويق هيك يعني. شلونك عمي يوسف؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله امورك تمام. هذا باع ب 45 الشبه. ايش قد قام ينباع هذا؟ خاروف. هذا خاروف 45. اي نعم. يا احمد الو شارد. احمد شارد مو بعت ب 45؟ باع ب 5 و45. ما عاد يتحاكى. باع باع 7 اشكاره كامله ب 45. 5 دولارات و40 سنت. نعم. ما شاء الله طويل. باع ب 5.5 في الريدي. في الريدي اي نعم. 45. اللهم صل على محمد. ماشي حاله كويس. لحم الطيب من باع ما شاء الله تبارك الله. اللحم الطيب الطينه 4.85 خذاها ب 20. 4 دولارات و85 ايش قد اوزانها تقريبا؟ 35 كيلو يعني اربعينات يعني تقريبا. اي نعم اللهم صل. 35 كيلو خذاها ب 4.85 حق الخميس. ما شاء الله تبارك الله. بس لحم طيب. النعجه ايش قد قام تنباع يا ابو يوسف؟ والله يا عبد الله سعر النعجه عنده بيش عبد النعجه. اللهم صل. عجه فريدي انباعت ب 74 64 ما شاء الله. اهلا اهلا عم ابو احمد. اهلا شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. مش قد انباعت شبش اليوم عم ابو احمد؟ والله كبش منهم 5 وتحت. 5 وتحت اي نعم. زين السوق زين ان شاء الله؟ والله في حركه في حركه. هو سوق اللحم قاضب حاله صراحه. القصاب
كويس. نعم. ابو حمزه اللحم الطيب مبيوع. اللحم الطيب مبيوع. اللهم صل على اهلين ابو حمزه. اللهم صل. الله يجزاك الخير عم ابو يوسف والله الله يبارك فيك. هسه الخروف عم ابو احمد من الى الخروف او الدغلي يعني. نعم من الخمسة ونص. جوا الخمسة وربع ما بي ما كان. وفوق الخمسة ونص ما بي. ما بي لا. نعم هاي أسعاره. الله يجزاكم الخير يا شباب. شكرا شباب. والنور رجع هجم على ربجو واستحلوا من جديد. وذن الخراف محطوطات عنده يا شباب. استعدت الربج أبو النور ها؟ أنا هنا الأساس. أنت الأساس ورفعة الرأس. زما حطوا طرف أنت. نعم. يدك. ويدك. حبيب قلبي وين ولا يزعل منه؟ لا عادي هو سبورت اصلا من نوع الدواليب ضحك عليه شغل بالخير والبركه. ايش قد طلبت بالخلاف الحمر هذا ابو النور؟ هذا طلبنا 550 275 ما اعطوك شيء 400 دولار ندفع 200 200 اللهم صل على محمد. ايش قد بين وزن ابو النور نظرتك انت يعني الثاقبه 75 كيلو مع بعض اللهم صل على 37ات ان شاء الله تبارك الله. شلون هالسوق ابو النور؟ هذا المجرم الاصلح هذا ابو علي صاحب القبعيه. اللهم صل على محمد. يدفع بيه شنو هاي؟ شنو هذا الجب يعني؟ وهاي والده. هاي هاي والده وراها بطيم وهاي عشره. هاي عشره تعال نفصل. والله حاطه ذره طيبه. تدفع الاصلح 500. والله حاطه ذره طيبه ما شاء الله. حياك الله ابو علي. هلا بيك. هلا بالورد. انت ابو علي ما يصير تختلفون خالص. ابو علي؟ ايه انا زي انت حزب المثالث. بالنسبه لابو علي زيري الدم بخلده. حبيب قلبي والله الله يسعدك. ايش قد اعطاك 500 بالجوز؟ نعم. مو قليل شوي؟ قليل كثير مو شوي. ايش قد قلت له انت؟ 6.5. 650 الجوز. شنو فتايه مو فتايه ابو النور؟ ثنيه. اللهم صل على سنين. والله كثير. هذا ما قلت له. وهاي وهاي رباعيه ما ادري ايه. بس هاي شطور. الدكتور هاي آه شطور. هاي شطور. هاي الدكتور افطني بعطيه في الجوز 500 دولار. ايوه ما عال عليك ابو علي. بين العذاريب ابو النور. بين العذاريب ما عال عليك ابو علي. والله اي اللي بيوال شطور. والله مش الحق اسال مو من دفيت ومشينا. والله مش الحق. مسار الجدي يا شباب عند اخونا ابو صراع النعيمي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. للاخير ولا بس اذنا؟ اذنا 9. ما شاء الله تبارك الله. هذا جداية مخلطات بين جبلي وبلدي. حلو. اللهم صل على لا لا شبك شبارك. اللهم صل على محمد. ابو صراع اذن ايش قد صار لنا ايش قد ندفع بهن ما شاء الله تبارك. 50 دولار. خوش جداية والله. 75. فصلتهم 75. فصلناهم 60 دولار. فصل. فصل. كنت طالب 75 وانطوك 50 وفصلتهم 65. فصلناهم 60 دولار. ما شاء الله تبارك الله. كويسات هالجداية يعني. لا لسه سوق كامش حاله الجدي لسه سوق كامش كويس ها؟ يا شباب والله ترى السوق موش يعني في ناس تكتب بهالتعليقات وعلى الواتس السوق سيء السوق نايم ما مو صحيح ما شاء الله سوق زين والله مو صحيح. خلينا نكون واقعيين يعني اليوم سوق اللحم زين سوق الجدي زين الخروف الخامي زين انعجز الجبل زينه زين سوقها يعني يمكن بس سوق الفطيمه الورديه شوي مهدي بس مو مالها موسم هسه بس والباقي كله دارج يعني ترى كله دارج ماشي كل السوق ماشي ايه الحمد لله يعني اليوم الخروف بخمسة وربع اقل شيء الخروف اقل سعر بس سوق 5 دولارات وربع 5 و45 و45 و5 ونص اي نعم وين الشين بالموضوع السوق زين الناس تقول السوق شين مو شين والله هاي العدل اللهم صل على شو وراها هاي ابو صار شيلهم وصلت اللهم صل على ما شاء الله تبارك ان شاء الله ما شاء الله بالله عجا خشنا ما شاء الله ما شاء الله دولار طلبت به ابو صراع ما اعطوك شيء لا والله شنو السنه ابو صراع ثالث بطن على حد ثالث بطن هذا لساته فتيه ما شاء الله تبارك الله بالله نعجز زين يا شباب نعجز حليب الصلاه والسلام على رسول الله وراها طلع ابو صراع خاروق ام خاروق يا شباب اللهم صل وسلم اي والله بالله انها عجزين اللهم صل وسلم على نبينا محمد كويسه فتيه زينه ممتازه ما شاء الله تبارك الله عم يطلب 500 ابو صراع يا شباب وعلى ارض الواقع في مراعاه مو هيك ابو صراع في بيازير ها اللهم صل وسلم على نبينا محمد ذره طيبه وخاروق طيب كويسه ما شاء الله تبارك الله شلون بينكم ذرتين عجز زينه بلديه شباب اللي تحب القرى خاروف وردي بالسوق يا شباب اصغر من هيك ما ظل بس بضاعه نظيفه وصاحيه لا كتشل ولا مرض ولا ضعف ولا شيء
اللهم صل على محمد. بش قد صار يا عمي ابو احمد؟ 125. 125 دولار. إيه؟ يعني هذا اصغر من هيك ما في. لا تحت هيك ما في. هسه على الفطيمه اللي بقدها ايش قد حقها عمي ابو احمد؟ والله دوار ال 100 90 100 90 100. 90 دولار 100 دولار. اللهم صل على محمد. زين السوق اليوم عمي ابو احمد؟ ان شاء الله كويس. احسن من قبل. ها عدنا نتاغلم مع السوق. هذا الموجود يعني الدابة زحطت الى 10 15 دولار، بدنا نتاغلم ونشتغل. نعم. نعم الحمد لله. ارزاق ارزاق تقسم. نعم. بين العباد. الله يجزاك الخير عمي ابو احمد. والله ماني عارفان انت تيس ولا كر ولا شنو، ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول عليه الارتفاع والخشانة. على القرون ما شاء الله تبارك الله. هذا لازم يتسفر على الهند التيس. ايه هذه الوعلة. هذا لازم يتسفر على الهند والله. ايه ما بدأ الطيارة على حسابها. ايه والله. المين هذا المين ما شاء الله. ايه والله. الصلاة والسلام. فحل هذا فحل ها؟ فحل. قحم قحم هذا؟ لا تنو تنو. لساته ثني ما شاء الله تبارك الله. ايش قد طلبتوا بي عمي هذا المين منو دلال؟ 400 دولار. ايش قد؟ 400 ما؟ جاته نص من بيت. 350 تبيعون؟ ما شاء الله تبارك الله. والله فحل ما صار ما شاء الله تبارك الله. بالكم ديروا بالكم، بدك تكون بعيد عنه متر ونص. ما شاء الله. كفاله ينط من ما شاء الله تبارك الله. والله فخم ما شاء الله صراحه. اول مره اشوف تيس بهالارتفاع والخشانه وطول القرون هاي وجلاسه الجرنها. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. طيب هذا جبلي، هذا الجبلي ما في. هذا ابو علي يا شباب ما شاء الله تبارك الله. الصلاه والسلام على رسول الله. تعال شو الخروف المثل هذا يا شباب اليوم ايش قد حقه؟ بين 32 33 كيلو عم ابو عواد. هذا امهات الدوار هذا. اللهم صل على محمد. ايش قد سمتن عم ابو عواد؟ والله اللهم صل على محمد. 200 ما شاء الله. 200 دولار؟ 210 ما اعطوك شيء. ما صار بين شيء لسه. ما صار بين شيء. اللهم صل على محمد. انا شايف غنم مواليد كثيره بهالسوق يعني اليوم. يبي كثير. غنم مواليد كثيره. اللهم صل على محمد. يا ابو احمد. هذا ابو احمد الهيبي؟ ابو احمد الهيبي. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. قحم ها؟ ايه. والله زين وقفتوا زينه. كثير بركه. ايش قد طلبت بيها يا ابو عواد؟ والله دعني 10. ألف. ما اعطوك شيء ما صار بيه شيء لسه. شلون وجد السوق عمي ابو عواد؟ والله بي حركه بي حركه ماشي حالي. السوم غالي. نعم. بس اكثر هي السوم ضعيف. لان السوم غالي. السوم غالي. صار سوق ثاني يعني غير السوق. اي نعم. هسه عمي ابو عواد يعني تقريبا اكثر البضايع عليها حركه يعني. كل عليها حركه. يعني السوم غالي. الناس اللي تقدرها بالواقع. نعم. ما عم تقبل ما عم يقتنع بالحكي. لا لا لا. اي نعم. يعني السوم غالي والشير ضعيف. نعم. بعد وفعل صار سوق ثاني يعني. نعم صار سوق ثاني. بدك تركز مع السوق الاساسي. تركز على السوق الاساسي. اللهم صل على محمد. الناس الفطيمه. اي نعم. عالم سوق كلهم سوق. اللهم صل على محمد. السوق الغلط. الفطيمه الورديه عليها سوق اليوم عندهم؟ عليها سوق. عندهم 140. ما شاء الله تبارك الله. في سوق. 140 هبيه. الناس تقول احيانا ما بيسوق، يقول لهم يا اخي والله السوق يعني سوق اللحم معاك من الخمسه وربع للخمسه ونص. اي نعم. مو شيء. 140 ما بعلمهم. اللهم صل على محمد. الله يرزقكم. والله اليوم نازل عندكم عراقيه بهالسوق يا اخي. ايه. جاي من العراق. السلام عليكم. من الفلوجه ها؟ هاي ازياء للعراق. ذكرتنا بهن يا اخي والله، احنا مجاورين العراق. صار 140 لسه مجي. 140 دولار. 140 دولار ما شاء الله تبارك الله. وما بعناها هالثلاثه مو هالثلاثه. اللهم صل على محمد. صبناها الخمى وهاي الحمراء والنص ما شاء الله تبارك الله. اي والله زين 140 زين. عارفين من سنتين كانت انعجه وراها طلب 140 والله. اي والله نعم. مجي 140 يعني. بدكم رايي الشخصي ولا ظل ساكت يا شباب؟ خلاص ما راح اعطي رايي الشخصي، مع اني رايي الشخصي صالح البائع وصالح المشتري. السوق زين. السوق زين للبيع وزين للمشترى، زين للتداول. اعطيتكم راي شايفين؟ حسن حلو ما شاء الله تبارك الله. هاي اللي جنبها زاد قرقوره وجهات. اثنيناتن ها؟ كانه مره عديات علي قبل هالمره هالقرقورتين هذن. شايفين قبل هالمره؟ عديات والله ما شاء الله. والله 35 بيني عليه مستحيل الكاميرا يعني. فاني تبارك الله. ابو جهاد ايش قد سمت هالبضاعه هاي؟ والله دعسوم هين ب 1000 دولار اثنين. وهذا الاثنين نفس الغنم دعسوم 500 دولار زاد. 250 250 الورادي 250 والقرقورتين 500 500 الطلب هذا طبعا. أيوة. الحكي الطلب. طلب.
شقد اعطوك ابو جهاد؟ والله ما اعطوني شيء. ما صار بيش؟ لا بالله ما صار بيش. يعني هالقرقورتين شقد لازم يندفع بيه اول شيء؟ يعني لازم يعني مو تحت ال 400 كبزره يعني. كبزره اي هو جنيه. قام ينباع جنيه. اللهم صل على محمد. هذا اسوق جنيه. كويس يعني السوق ابو جهاد؟ والله كويس، وهذا تحت ال 400 ما له سالفه زي يعني. 200 200 ما ينباع. يعني تحت ايش لا؟ اللهم صل على كبزره هذا النبزره مو ابو اللهم صل. خذها يا ابوي خذها. حلوات والله. صراحه حلوات جنيه حلوات ما شاء الله تبارك الله. هذا ما يلاحق السنه بس هذنا يعني ما شاء الله تبارك الله. هاي هالمستحية هاي ما شاء الله تبارك الله حلوه هاي زين. اه حلو. شلون السوق ابو جهاد؟ والله زين زين ان شاء الله. عرفت ماشي حاله بيع ومشترى يعني. اللهم صل على محمد. الله يرزقكم يا ابو جهاد. باش فحول يا شباب. الصلاه والسلام على رسول الله. الاشياء الاساسيه ابو حمزه. على ابو سيف والله ما شاء الله تبارك الله. من وين جايات يا ابو سيف اذن؟ من الرقه. من الرقه على يدك ها؟ ايوه. الصلاه والسلام على رسول الله. ابتر حرق والله ما شاء الله. شباش زينات والله ما شاء الله تبارك الله. شغل فحول. اللهم صل على محمد. امبارح العصر تعبانات. اي نعم السمنة اخذت نظره. ايوه تعبانات اجبك. اللهم صل على محمد. والله هذا طيب يا ابو ما شاء الله تبارك الله. بالله هذا زين مفروض ثني لساته ثني ها؟ ثني 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 شر عالي والله الجبال طوال ما شاء الله تبارك الله موسوم. ايوه ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على نبينا. هذا شكتي يا تعلي. بالله حلو ما شاء الله تبارك الله. بالجبل. اي نعم افرد افرد ابو. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايش قد قام تطلبون بين وليد؟ قد يا خالد ايش قد اطلبك باش قد؟ كل واحد وسعر يا ابو عمرو. كل شيء بسعره. والله عندك من 2500 هذا رباع رباع قحم هذا شنو؟ هذا نط قحم. هذا نط كفال يا ابو حمزه كفال حرجيه. كله مكفول. ايوه هذا اللي جاني هذا اللي جاني ايش قد هذا البوز القاصر؟ 3000. ايش قد قام تطلب به؟ 3000. هدي علينا بس سوم ابو حقك حقك ما ما تعال تفرج تعال الاساس يستاهل بس عاد احنا بدك تراعي الناس ابو سيف انت راعي راعي وليد معروفين سامحين يعني ما انه اللهم صل على الازحم ايش قد؟ الازحم 2000. اللهم صل على محمد. ما عندك ما عندك شيء تحت الالف يعني؟ عندي ما تحت الالف ما عندي. اللهم صل على محمد. عندي 1000 ما عندي و13 ما عندي. ما شاء الله تبارك الله. والله كلها قرون جالسه غلظ رجلين ارتفاع وخشان صراحه فحول طيبه يعني ما تعيب ولا تعذرب بشيء. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. بضاعه طيبه والله يا ابو خالد. والله يجي بضاعه طيبه يقعد على الكرسي يلف رجل على رجل. ما شايف اليوم مريض. ما انت شايف شلون؟ ما شاء الله تبارك الله بضاعه حلوه والله. ما اعطوكم شيء ابو سيف وين راح ابو سيف؟ والله انتم ما تغاضي ما حد اعطاني ما لسه الناس والله الناس تبخس الناس الناس انا افهم عليها قاعد تشتري كم شمنه هنا عادي ب 1300 ب 1200 تفكر الحرشي مثل عادي. نعم تفكر الحرشي مثل عادي والله يا ابو الاخير يا ابو سيف البضاعه الاساس الطيب دحكوا يا شباب رجليه دحكوا هذا لا ايوه دحك الفصوم من تحت المطالع ده. اللهم صل على محمد. يا ابو سيف اذا نريد نحسبها الشبش هذا اذا لقح له 30 عجب هالموسم 25 نعم يعني إذا جاب منها ال 25 خمسة فحول على 1000 1000 هاي 5000 فك حقه دبل. نعم ما الناس الفحل مشروع مشروع الناس تفكر الغنم هي المشروع والله المشروع الفحل المشروع الفحل المشروع الفحل انعجل تستجيب مع الفحل اخليها انعجل ما تستجيب ابيعها بس ما ابيع الفحل. والله صحيح اي نعم صراحة بضاعة طيبة يعني سبحان الله شيء خارق والله. اللهم صل على محمد. اللي فحول طيبة والله هاي الفحول ما شاء الله تبارك الله. 4 دولارات و30 ايش قد اوزانهن ابو علي تقريبا؟ تقريبا يطلع 115 كيلو 155 بسكين. ايوه ما شاء الله تبارك الله. نعجات لحم نعجات لحم على 4 دولارات و30 4 دولارات و30. اللهم صل على محمد. صنعها 44 حبيبي يا ابو علي حياك الله. والله مثلا 195 خراف ورديات ايوه 100 وصل 190 165 فصلت 190 ايش قد اوزان هن ابو علي هذن تقريبا يعني هن ما ينحسبن على الوزن بس مشان 30 كيلو. اللهم صل على هذا صغير بس انه ممتازات كثير. اللهم صل على ما شاء الله تبارك الله حياك الله على راسي ابو علي. الله, الله يرزقك ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ايش قد صارت؟ 300 دولار و200 ليره تركي 300 دولار و200 ليره تركي وراها ايش وراها؟ وراها صار هذيك اللهم صل بس صارتها زينه والله يا ابو علي لا يشبك الاخرى صارت ب 300 دولار و200 ليره تركي و200 ليره تركي وهاي سخلت ابو والثالثه 100. اللهم صل على محمد. الله يرزق الشباب. شغالين هالشباب معك ها؟ وهاي ب 300
هاي انباعت ابو علي شيء؟ هاي اي هاي اشتريت توني. لا تقول يا عدو ما انباعت عندي. ما انباعت عندك. هاي اشتريت. هو يقول لك انا اشتريت. شعر راسي يا حجي انا شيء بدي احكي انه بدي اكون عارفه. نعم نعم نعم. عندي انا اشتريت هاي انت. وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الا. حبيبي ابو علي. الله يرزقك يا عم. ما شاء الله تبارك الله. لساته مو مبدل. مقولها لحنا زين. والله على موجب انه خاروف خشن. ايش قد طلبت بها عمي ابو صالح؟ 1200. ما اعطوك شيء؟ ما اعطوني 600 دولار. 600 دولار صار بي وما انباع بهالسعر. الله يوفقك عمي ابو صالح. شلون هالسوق عندك عمي ابو صالح؟ والله بارد بارد. هاي الجدايه الصفر عندك؟ اللهم صل على محمد. ايش قد اسعار هالبضاعه يا عمي ابو صالح؟ والله يا ابو عبد هذول بزار المضى 10 اعطونا به 60 وما قمنا نبيع رايي. 60 وما قمنا نبيع رايي. واليوم؟ اليوم ما اعطوني شيء. ما اعطونا شيء. ابدا ما اعطوني. والله خوش جدي هذا ما شاء الله تبارك الله. ما صار بين شيء. ما صار بين شيء. يعني تبيعون بالاسعار هاي؟ اي بالاسعار بي. اللهم صل. ازقنا رايي. وهذا الجدي الاكبر هذا عمي ابو صالح؟ هذا انا عم يسوي مني عم يعطوني 70 65. 70؟ ايه. نعم من 70 وتحت. اللهم صل. هذا انا عم يسوي ما شاء الله تبارك الله. عم يدفعون اقل من 70 وتحت يا شباب. عم يطلبون 100 بس هذول كبار هذول. وهذا الخراف الورق. الخراف عم يعطونا 265 دولار بالجوز. يعني ايش قد قبل واحد يجي يعني 132.5. 132 ونص. اللهم صل على محمد. ما بعت؟ ما بعت. والله زين يا عمي ابو يعني ايش قد يعني ايش قد حاط ببالك يعني؟ والله يا بده 75 لا ما يبيع رايي. عم يعطونا 265 دولار. الله يرزقه ان شاء الله يبيعنا 200. ايوه. ما احنا مو ضارنا شيء احنا. اللهم صل على محمد. ثني يا عمي ابو صالح. مقفول احنا ما يثني انا. اللهم صل على محمد بلدي. ايش قد طلبت يا عمي ابو صالح؟ ما اعطوك شيء؟ ما اعطوني شيء. 4.5 5 5.5 ولا بي ولا بستة. ما حد ضحك عليك. بستة ما تبيع. اصير بألف. اللهم صل على محمد. الله يرزقكم عمي ابو صالح. كويس السوق اليوم عمي ابو صالح؟ والله بارد بارد. في برودة؟ بارد بارد. نعم اي نعم. حركة ضعيفة. احنا قررنا ما نعطي رأينا للجمهور خلاص الدلالة هي تعطي رأيها. اي نعم كل دلال يشهد بما يعرف. صحيح. لا سوق بارد بارد حركة ضعيفة. الله يرزقكم البضاعة يا شباب سمنة على عسل. سمنة على عسل هالبضاعة يا ابو جاسم. اللهم صل. والله يا معلم هاي بابا من غير رقم فلوس. الله. اللهم صل. اللهم صل بالله الخروف. بالله الخروف ماله غير انك تحط ليته على رز على تمن. ايش قد صارت ابو جاسم؟ شلونك اول شيء ابو جاسم؟ حبيب قلبي. الحمد لله رب العالمين. شلون ايش قد صارت هالبضاعة؟ لا يا كانت يمكن 25 شيء ضعف، بينما 5.5. نعم. بينما 3.45. 45 سنت و5 دولارات ونص. ما شاء الله تبارك الله. ايش قد بها اوزان ابو جاسم هالبضاعة ما شاء الله؟ 65 و60. 65ات. الصلاة والسلام على رسول الله، بالله بضاعة يا ابو جاسم بضاعة عالمية الصلاة والسلام على رسول الله. خاروف لساته هذا ابن السنة مو؟ عنده بعدي ما شاء الله تبارك الله. بعنا ب 4.5. نعم. 35. 4 دولارات ونص؟ 4 دولارات ونص و 4 دولارات و 35 من هالبضاعة. اللهم صل على محمد. من هالبضاعات هاي. اللهم صل. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزق صاحبنا ويبارك له. 58 60. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. ظهور زينة والله يا ابو عبد الله. نعم اندفع بها 4.5. اي نعم. لحم طلي. يضحك على ظهرها ما شاء الله فراش. اي نعم. اللهم صل على محمد. وردي بس لحم. سمان. ايه سمان. تقصب هاي يعني؟ تقصب لانه بسرعة. ماشي. والله في سمان 225. خلاف ورادي يا شباب تقصب. سمان. 250 200. هذا صوت تمر. كلام البيع عندك. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك. كلام البيع عندك. خلينا اسمع شرط حليب ما يغير. هاي على عيني زينه يا ابو. ايش قد طلبت فينا ابو عدي؟ والله 75. 5 دولارات 75. ما اعطوك 5.5؟ لا ما اعطوني اقل من 5.5 اعطوني مشان الامانه. نعم. بس بدهم ينقون نقو. نقو. قلت لهم جباره. جباره بقلب بعض. وبنص انا ابيع. اللهم صل. جباره. جبارة. جبارة. اللهم صل. ضاعة زينة والله يا ابو عدي. طيبة. هاي لجب حليب. والله علينا الضاعة. يا ابو عدي. ضرارة زينة يا شباب. حق النقد يا ابن عمي. علينا بازار.
يا ابو حمزه سن طيب والله رباعيه يا ابو حمزه يا ابو حمزه ها حليب حصرا ما يغير واذا غير حليب ابدا انا غير حليب تركبه وتجيب السياره من حي يا حجي الحليب بركه من الله بعت لك ثمن الله يعطيك ولد انا ابدا من تعب ليه لانه هذا قبلك انا قبلك من قبلك لا بس هو جاي على دفيع في جوده الحمد لله اسمع انا شكرا لك ما يوقف على 200 دولار هاي على عين زيرة وهي مربوعه يسويها هاي كويس ابو حمزه ما حد اليوم يكفل حليب بس على حجي ماري كفاله حليب اشتري على بحث ايش قد اعطاكم ايش قد قام يعطيكم ختايه والله انا مشتري صدق ابو عدان انا عندي كلام والله يقول له قول 200 الدلال عم يقول له قول 200 والله دلال 10 والله شيء كثير يا شباب دلال 10 دولارات احنا 200 احنا الوحده 200 دولار يا شباب يا ابو عداد يا ابو عداد الله يسلمك والله لو يوفقك 80 حق النقدي و 80 ما بعت يا رب خليني عفوا شريد يريد السلام والله 85 عليك تمام 180 80 ما بعتها ما عم يبيع فهم علي وارد انا اقول لك حق ال 200 بلا 10 دولارات الدلاله بايع ما صعب ما عمل طيب ربج ابن عمنا ابو عيد الشعباني ان شاء الله تبارك الله هاي غنم لحم والله ما ادري بيه ضرارها زين بس اسمان اللهم صل على محمد ابو عيد مو فاضي لحدا صاير مسؤول كبير ابو عيد صاير مدير كبير ابو عيد هلا هلا حبيب قلبي صاير مدير كبير والله يا ابو عيد حبيب قلبي هذنا 5 طايم ينطونا 122 دولار 122 دولار بألف طايم هذنا هذنا ينطونا بيه ان شاء الله تبارك الله في طايم وراه 195 195 دولار عم يندفع بينا اليوم هذا هو اللهم صل على محمد ما شاء الله الله يرزقك يا ابو عيد غزانيات ايه الكبار هذنا في طايم الله يسلمك هلا غسان حبيبي حياك الله ها ابو عيد اربع خمسه يعطونا 100 100 100 100 هذا الله يسلمك خرافة لسه يقولون صغار يعني اقل من هيك بابي بالسوق تو قلنا هناك والله اقل انا لا اقل وفوق كل ذي علم عليم ما شاء الله تبارك الله عمين دفع والله من كل واحد ما بعتوني ابو عيد ايش قد فصلت انه ما هات ال 100 هذا؟ احنا نريد ال 120 120 اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك بالنسبة للمسجد اللي أطلقنا من شأنه الحملة يا شباب مسجد وادي خالد الحمد لله تواصلوا معنا 4 أخوة متصدقين حتى الآن وجمعنا 4 أسهم وإن شاء الله امبارح شفنا الأوقاف مشان تحديد الموقع بالضبط اللي بدنا نبني فيه المسجد وإن شاء الله يومين 3 بإذن الله نبدأ بتأسيس المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى فالشباب المتصدقين الله يجزاهم الخير هم كانوا لهم البادرة الأولى والسابقة الفضلة وإن شاء الله الناس ما تقصر عملنا المسجد السهم عملنا السهم يا شباب 100 دولار اي نعم 100 دولار على كل شخص اللي يقدر لا يقصر اللي ما يقدر يوصل صوتنا للي يقدر يعني اذا ما تقدر تشارك مساهمه تقدر توصل صوتنا للي يشارك بمساهمه فيكون لك اجر الدلاله على الخير اللهم صل وسلم على نبينا محمد ايام قليله ان شاء الله ونبدا بتاسيس المسجد ان شاء الله وباذن الله عز وجل قبل ما يدخل عيد الاضحى المبارك يكون المسجد جاهز باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله وكله بالفواتير اي انسان يبعث لنا صدقه بالفاتوره لا نريد جزاء ولا شكورا نطلعك على تفاصيل صدقتك ولك حق المساءله والمتابعه احنا ما بدنا غير وجه الله سبحانه وتعالى